أكد سعادة وزير شؤون الإعلام السيد علي بن محمد الرميحي خلال لقاء على إذاعة مملكة البحرين بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية والذي يبث من القرية التراثية التابعة لوزارة شؤون الإعلام، أكد على حرص الوزارة في أخذ جميع الملاحظات والأفكار التي قد تطرح من قبل الجميع، مؤكدا على دور وجهات النظر المختلفة في المساهمة في تطوير هذا المشروع. والله أنا أعتقد إحنا الآن في مرحلة التقييم، بعد ما ننتهي من هذا المهرجان راح ناخذ كل الملاحظات، راح ناخذ كل الأفكار. ما في شك بأن وجهات النظر هذه بتساهم في تطوير هذا المشروع. أعتقد كانت فرصة للجميع. إحنا كنا حريصين على أن المجتمع البحريني بأكمله يشاركنا هذه الأفراح. اليوم مثل ما تشوفون مدرسة الهداية الخليفية تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للمشاركة في معرض، المستشفى مع وزارة الصحة، مركز الشرطة مع وزارة الداخلية. بالنسبة للأسواق كنا حريصين على مشاركة الأسر المنتجة، وكانت بالنسبة لهم فرصة أنهم يشاركون هذا المهرجان ويشاركونا في هذه الاحتفالية. الجميع كان يعمل في شراكة واحدة لنجاح هذا المهرجان. المرحلة القادمة والمستقبل احنا دائما نقول لا نبالغ في التخطيط، ولكن يجب ان يكون التنفيذ اسرع. لذلك انا حريص بان مع نهاية هذا المهرجان بناخذ جميع هذه الملاحظات وجهات النظر لتطوير هذا المشروع. ان كان هناك كلمة شكر انا اقولها وبكل امانة لكل جندي يعمل ليل نهار لنجاح اي فعالية وطنية تقيمها البحرين بشكل عام. احنا في النهاية، وأنا أحب أنتهز هذه الفرصة اليوم في يوم الشرطة البحرينية، نهنئ شرطة البحرين. شرطة البحرين تاريخ عريق يمتد لمئة عام. رجال أمن سطروا الكثير من قصص النجاح في خدمة بلدهم، قدموا الكثير من التضحيات. فكل عام شرطة البحرين بألف خير. الشكر موصول لكل من شاركنا هذا المهرجان، وكل عام والبحرين بألف خير.